معي هنا في الاستوديو سندريلا حسن مدربة المسرح. مساء الخير، اهلا بك معنا. حدثينا اكثر لو سمحتي عن هذا الاوبريت. مساء النور. اولا ميرسي طبعا للتلفزيون ولقناه الان. اهلا وسهلا. اهلا بك. الاوبريت طبعا يعني هو فعاليه تعتبر من فعاليات كتير بتقدمها السجايه، وطبعا مؤسستنا هي مؤسسه بتهتم بتنميه وتطوير مواهب الفتيات الاماراتيات من عمر 13 ل 18 سنه. اوبريت حلم الالوان مش بس شارقة، مش من لي الشرقة بس، طبعا احنا مرحب بالفتيات من اي مكان طبعا اكيد يعني، بس هو من لي الشرقة لان هو متأسس من بقرار من قرينة صاحب السمو حاكم الشرقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهو من لي يخص الشرق، بس طبعا هو مرحب بكل صح بكل فتيات الامارات. فهو احنا عندنا طبعا انشطه كتيره جدا لا تتوقف طول العام، وفي فعاليات كتيره وفي سيزونال بروجرامز وما الى ذلك. فكان مؤخرا هو الاوبريت اللي سالتني عنه، حلم الالوان. هو بيناقش بصوره فانتازيه احلام انسانيه في عالم يعني خيالي تماما، زي الحب والخير والعمل والعلم وحلمين اخرين، كل لون بيعتقد ان تحقيق الحلم ده هو العصايه السحريه اللي هتخلي الكون احسن. وفي اخر الاوبريت يعني في التحيه بتكون الاغنيه بتدعم فكره ان الاتحاد بتاع الالوان في قلب كل واحد فينا هو العصايه السحريه اللي احنا محتاجينها لكل انسان، يعني محتاج ان هو يكون عنده الحب والخير وهذا يصب بالنهايه بسياسه البلد ايضا، اتحاد الامارات اللي هو يعد من ابرز اسباب نجاح وتقدم هذه الدوله. بهكذا اوبريت بالتدريب الى اي درجه مهم كمان انه من اولوياتك بيكون توصلي رساله الفتيات وللناس اللي عم بيتقدم لهم هيك مسرح؟ قديش بتحسي مسؤوليه هيك موضوع عليكي، مش بس مسؤوليه مسرح ورقص مثل ما يمكن بيفكر البعض؟ لا لا طبعا الموضوع المسرح بيبني شخصيه الفرد، بيبنيها بكل ابعادها، مش فكره ان احنا بنقدم رقص او اي صحيح. لا هو احنا بنقول عليه طبعا اداء حركي مش رقص، هو تعبير لبنات صغيرين بصوره لطيفه، ولكن الموضوع اكبر من كده بكتير. هو احنا بنبني شخصيه الفرد، بنحاول ان احنا بنعزز ثقافه الفتيات الفنيه عموما مش في المسرح بس. وفي فعاليات كتير بتقوم بيها سجايا بعيدا عن المسرح. صحيح. يعني احنا مؤخرا كنا مقدمين برنامج الصيف 100 ساعه عطاء، اللي كان الهدف منه يعني ترميم ودعم الاسر المتعففه، تقريبا 72 او 75 بيت في الشارقه تم فيها. كان في زياره لبنالي فينيسيا الدور ال 72 لمجموعه من الفتيات المتميزات في الفنون، وغير كده كتير. يعني انا لو كلمت الوقت مش هيساع. تدريب البنات طبعا بياخد وقت و الى اخره، ولكن الهدف في النهايه ان احنا عايزين نبني شخصيه الفتاه على مختلف الطرق وفي مختلف الانشطه فعليا. إلى أي درجة في فرق سندريلا بتلحظونه في بين ما تبدأ الفتاة والمرحلة التي تصل فيها بعد ذلك؟ يعني كما قلت في تركيز والهدف غير الموضوع الفني المهم جدا واللي بيصقل شخصية الفتيات، كيف يؤثر هذا؟ يعني كيف كمان تشجعين الأمهات على إشراك فتياتهن بهكذا دورات ومسرحيات وهكذا مشاركات؟ يعني هي مهمة جدا للفرد. هو بداية طبعا احنا لو عايزة احنا بنتكلم على الفرق، هي البنت لما بتبتدي تنتسب لسجاية في عمرها سواء كان 13 او حتى لو في بنات بتنتسب وهي كبيرة في السن 15 او غير كده، بيكون عندها مجال انها تشارك في اكتر من نشاط عشان تستكشف ايه مدى حبها لده. عادة البنات يعني بتندفع للمسرح لانها بتبقى عايز تقف على الستيج، يعني بتندفع بتبقى عايز تقف وتمثل وتأدي. ففكرة كسر الحاجز الخجل ما بين الممثل والجمهور هي اللي بتعزز وبتقوي صحيح. شخصية البنت حتى لو هي مش هتبقى ممثلة، لأن صحيح. هو بيبني شخصية الفرد. كسر حاجز الخوف. بالظبط. شو في غير مسرح؟ شو؟ يختار الفتيات، شو في غير مسرح؟ في عندنا بقى في الفنون،
الأنشطة الأساسية الفنون والموسيقى. الموسيقى في بيانو، في جيتار، في كمانجا، وفي بنأسس فريق كورال. الأوبريت أساسا كله اللي مغنيه كورال سجاية، واللي مصمم الملابس بتاعته فتيات الفنون، وفريق الإخراج البنات اللي كانوا بيساعدوا في الإخراج برضو بنات سجاية، لأنه كان الهدف عندنا إن يعني بناتنا هم اللي يكونوا الأساس بتاعه. صحيح. في بقى في غير دي الورش اليومية اللي موجودة على طول، في غير كده بقى البرامج الموسمية، وفي بيبقى في شراكة دايما، مش شراكة سوري، اتفاقات مع زي الاي ال ام اللي هو انترناشونال ليدرشيب مانجمنت انستيتيوت، وفي دورات صناعه القاده اساسا بتجيلنا من مؤسسه صناعه القاده. يعني احنا بنهتم ان وفي دورات في اللغه، في دورات في السفرات طبعا الفتيات المتميزات بياخدوا دورات بره، في كان في دوره خدوها من سويسرا في الاتيكيت، في سافروا في مش فاكره البلد السنه اللي قبل اللي فاتت علشان خاطر برضو دعم وبنى لأسر متعففة، كان عذريني مش فاكرة البلد قوي. مهم منح يعني لأي متميزة أو مشترك متميز، صحيح، منح للخارج يعني. بس هي بتبقى على مدار السنة مثلا البنت قد إيه متفاعلة وبتنتج وملتزمة، يعني ليها عوامل كتير للاختيار. لأي أعمار؟ يعني قلتي في 13، في 15، من أي أعمار المنح؟ أقل عمر مفروض يصير؟ لا بشكل عام من 13 ل 18 هو العمر بيكون مفتوح، من 13 ل 18. بس هي البنت مدى رغبتها في ده يعني. يعني طبعا السفرة مثلا بتاعت كانت أندونيسيا، سفرة أندونيسيا دي كان فيها حاجة زي سباق ما بين البنات على الورش وعلى الحضور وعلى الالتزام، لما عرفوا إن هم رايحين عشان يعملوا خير. قضوا هناك تقريبا 5 أيام أو 6 أيام ما كانوش بيناموا فيهم، وكانوا مبسوطين جدا. وعندنا طبعا سنويا المخيم أفاق القيادي، هو أهم فعالية أساسا عند سجاي. في من جنسيات مختلفة؟ هو لسه مؤخرا صدر قرار مؤخرا بفتح باب التسجيل 10% للوافدين تحت بعض الشروط. تحت بعض الشروط لسه يعني من يمكن اسبوع فات او 3 4. سالنا بالوقت المناسب. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا على وجودك معنا سندريلا حسن، مدربه مسرح التلفزيون. يا اهلا وسهلا فيكي.